سلام البنات، مرحبا بكم في فيديو جديد. كنتمنى الكل يكون بخير وعلى خير. في البداية كنبغي نشكر كاع الناس اللي تواصلت معنا وتقدات الحويجات ديالها. كنشكركم بزاف على الثقة ديالكم فينا. ايضا الحمد لله كتعجبكم الموديل، كتعجبكم الفصالة، كتعجبكم الكاليتي ديال الثوب. الحمد لله، اللهم ادمها نعمة واحفظها من الزوال. لحد الان ما عمر شي كليانة، الحمد لله ولله الحمد، ما تشكت ليا من الحويجات اللي كان نرسل ليهم. ايضا كنبغي نعتذر من الناس اللي ما كتلقاش الحويجات اللي بغات واللوينات اللي كترتاح فيهم. كنعتذر منكم بزاف لان الكميه راها جد محدوده، لذلك حاولوا ما ترددوش، ما تعطلوش. اون فوا تشوفوا شي جلابه اللي كتعجبكم اللي كترتاحوا فيها، ساروا بانكم تطلبوها، راه الكميه راه جد محدوده والاثمنه راها يعني اثمنه جد مناسبه ومحفزه، انك ما ترديش وزعمي، وانك في ما كنتي في المغرب ممكن توصلك المنتوجات ديالنا. كما كتشوفوا الموديل هو هذا، كاين جلابه ديال الدان. هاد لي دو موديل اللي شفتو، سواء الشكل اللي قبل اللي فيه لي كارو ولا هذا، راه بجوجهم ديال الدان. شوف راه صحيح، ما كيتكرفص ما حتى شي حاجه، صبن ورد. يعني غتلبسيه هاد العام، تلبسيه العام الاخر والعام الاخر، ما غاديش يتكرفص ليك، وزوين غزاله البنات. الفصاله البنات راها زوينه بزاف. ما تنساوش الا كان كيعجبكم المحتوى ديالنا اشتركوا في القناه وفعلوا الجرس باش يبقى دائما يوصلكم الجديد ديالنا. شكرا بزاف على المتابعه، الى اللقاء.